بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا الشرح نقدم لكم إخواني كيفية شحن بطاقة ماستر كارد، مهما كانت بلاستيكية أو افتراضية، لبنك ألف كاش. طريقة الشحن: الآن أنا أتوجه إلى حسابي في ألف كاش. الآن أنا مسجل من قبل، لقد تطرقنا في شروحات قادمة إلى كيفية التسجيل وكيفية شحن حساب ألف كاش عن طريق البيتكوين. واليوم سأتطرق إلى كيف شحن بطاقة ماستر كارد من محفظة ألف كاش. نقوم بالدخول إلى حسابي في ألف كاش. الإنترنت ضعيفة مع هذا الشيء. الآن قمت بالدخول إلى حسابي في أضيف كاش. تكلفة الشحن تكلفة الشحن شحن بطاقة ماستر كارد في السعودية 0.5 دولار على كل عملية شحن. لكن الأخبار التالية: ألف كارد فوند إز باك أند فري فور ذا ويكند. أنه يمكننا شحن أنه يمكننا شحن كما قلنا لعطلتين أسبوع لعطلتين أسبوعيتين يمكن شحن بطاقة ماستر كارد ألف كاش بدون عمولة. ونحن اليوم في 6 ماي، نحن في يوم الجمعة، لذا يمكننا شحن بدون عمولة. وفي الأيام الأخرى يمكن شحن بعمولة 0.5 دولار عن كل عملية شحن. الآن لن نتطرق إلى كيفية الشحن، يمكن في هذه الطريقة نذهب إلى فوند ترانسفير، نضغط على توكن أديف كارد، نقوم هنا باختيار، نضغط هنا على ريزيف ايميل ادريس، نقول نضغط على الايقونة هذه، نختار البطاقة بلاستيك يوس اف دي. كما ترون يأتيني ايميل حساب مسجل فيه. نقوم هنا بوضع كمية رصيد الدولار المرة شحنه. كما ترون اليوم جمعة، يمكن شحنها بدون عمولة. هذه الطريقة الأولى، وهذه الطريقة الأولى، ونضغط على كونتيني. تعالوا بنا إلى الطريقة الثانية. الطريقة الثانية في واجهة الأدل كاش، نضغط على بطاقة كارد، نختار رصيد، كان هنا فوند. يمكنك شحنها من هذه الطريقة. نضع هنا كمية رصيد مرات شحنه، لا توجد تكلفة حسب الإعلان الأخير، وأنا أضغط على كونتري. أما هذا الرابط بتاع ويش دراو يمكن سحب الرصيد من البطاقة إلى المحفظة. هنا فوند شحن البطاقة، وويش دراو شحن المحفظة، شحن المحفظة ألف كاش من البطاقة، يعني إخراج الرصيد من البطاقة إلى المحفظة. نضغط على كونتيني. هنا هذه طريقة شحن البطاقة ماستر كارد ألف كاش من المحفظة. نضغط على كونتيني. كما ترون الرصيد كان 1.89 دولار. الآن أصبحت البطاقة 1.89 دولار. الآن نذهب إلى طريقة كيفية إخراج الرصيد من البطاقة. نحدد المحفظة المرة الأخيرة، نضغط على ويزدرا.
الآن نضغط على واحد على الرصيد الموجود في الرقم 1.89 دولار ونضغط على كونتينيو كما ترون الرصيد ذهب من بطاقة ماستر كارد ألف كاش إلى محفظة ألف كاش بدون عمولة. في هذا الشرح لقد تطرقنا إلى كيفية شحن ماستر كارد ألف كاش عن طريق محفظة ألف كاش بالدولار، وطريقة إخراج الرصيد الموجود في البطاقة في بطاقة ماستر كارد ألف كاش إلى المحفظة. إلى هذا الحد إن شاء الله تكون قد استوعبتم شرح اليوم المتعلق ببنك أديف كاش. إنه شرح إنه بنك جيد ويمكن ربط البطاقة بالطيب والشراء بها والتسوق بها عادي. وفي هذا الحد نشوفكم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.